السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حين لآخر أشاهد فيديوهات على اليوتيوب لمصريين وغير مصريين يفسرون القرآن والإسلام من وجهة نظرهم، والحديث عن أمور الدين شيء جيد، ومحاولة فهم الدين شيء حميد، وليس بالضرورة أن يكون الإنسان خريج أزهر كي يفكر وكي يطرح أسئلة وكي يحاول أن يعرض رؤية جديدة وفهما عصريا للآيات القرآنية. لكن لابد أولا من أن يمتلك الإنسان الأدوات اللازمة كي يكون مؤهلا للحديث في هذه الأمور، وليس من بين هذه المؤهلات أن يكون خريج أزهر أو خريج أي جامعة إسلامية أخرى، لكن على الأقل يجب أن يكون متقنا للغة العربية، ويجب أن يقرأ بفهم سليم كل المصادر الأولية التي نسميها تراثا، ويجب أن يكون لديه منهجية سليمة، منهجية بحث غير ناقصة. للأسف كل الفيديوهات التي شاهدتها لمن يسمون أنفسهم علمانيين أظهرت لي نقصهم المعرفي. ولمعرفة معنى العلمانية شاهدوا الحلقة التي سجلتها عن هذا الموضوع منذ أكثر من شهر تقريبا. هؤلاء العلمانيون عند حديثهم عن الإسلام أرى بوضوح أنهم غير مؤهلين للحديث عنه، فضلا عن محاولة صياغة رؤية عصرية أو محاولة نقد أو نقض التراث الإسلامي عن طريق السخرية من علماء المسلمين وتزييف التاريخ الإسلامي، عن طريق انتقاء روايات مكذوبة والتعليق عليها على أنها جزء من التاريخ الإسلامي. العالم أو الباحث الحق نعرفه من سمته، من لغته، من وقاره، من حديثه، من منهجيته السليمة، من أسلوبه، من طريقة رده على الآخر، من علمه. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم علمانيون يفتقدون لكل هذه السمات، أحاديثهم وحواراتهم تشهد بذلك. على سبيل المثال، واحد يدعي أنه إمام مسجد في أستراليا، ثم يتضح فيما بعد كذب هذا الادعاء. هذا الإمام يعجز عن قراءة الآيات القرآنية قراءة سليمة حتى حين يقرأ من المصحف مباشرة. هل هذا الإمام يمكن أن يفسر لنا آيات الحجاب أو الخمر في القرآن وهو عاجز حتى عن قراءة الآية القرآنية؟ ثم ينكر وجود صحيح البخاري قائلا إن مؤلفه هو جمعة محمد ابن إسماعيل البخاري، فيقرأ أو قرأ الفعل الماضي جمعه على أنه الاسم الأول للمؤلف جمعة. هل هذا الإمام المدعي مؤهل للحديث عن الإسلام؟ آخر مهندس أراد تفسير القرآن فأتى بالعجائب ولا عجب. شاهدت له أكثر من فيديو وأدركت مباشرة ضعف لغته العربية، وفوجئت أن منهجيته البحثية تعتمد أساسا وحصرا على فتح المعجم العربي واختيار غريب المعاني ليناسب أفكاره الغريبة. من هذه الأفكار الغريبة أن لبس البكيني ليس محرما على المرأة، فجسدها ليس بعورة، وأن الجنس لو كان بالتراضي بين الطرفين فهو ليس بزنا، وأن كلمة نساء هي جمع كلمة نسيء، وأن الخمر ليس محرما رغم أن اللغة والمنطق يقتضيان أن التجنب درجة أكبر من التحريم، فتحريم شرب الخمر لا يمنع حملها وبيعها وشراءها، لكن تجنبها يمنع كل هذا.
لكن طبعا لأن أتباعه ينقصهم العلم باللغة والتراث والدين وأشياء أخرى كثيرة، فهم يرحبون بمثل هذه التفسيرات التي تبيح لهم الخمر والعري والزنا. إسلام كيوت، آخر موضة على مود، هل هذا المهندس مؤهل للحديث عن الإسلام؟ وآخر إعلامي هدفه الأوحد من كل حواراته هو محاولة استفزاز المحاور الآخر كي يخرجه عن شعوره، لكن حين يواجه محاورا رابط الجأش دارسا للتراث نكتشف جهله المدقع. الغريب أنه يزعم أنه باحث في التراث، وجهله بالتراث الإسلامي أوضح من أن يشار إليه. فمرة يزعم أن الإمام مالك كتب مقدمة لكتابه الموطأ فيقوم الشيخ مباشرة بإيضاح خطئه، ومرة يقرأ الآية القرآنية قراءة خاطئة فيقوم بتصحيحه شيخ آخر. الغريب أنه في الحالتين أنكر خطأه وأصر على إنكاره ناسيا أن التسجيل الفيديو موجود ونستطيع أن نشاهده من بدايته. هل هذا الإعلامي الجاهل بالتراث مؤهل لنقد التراث؟ مثال آخر، إعلامي آخر يتحدث وكأنه ممثل كوميدي لكنه لا يضحكني أنا شخصيا، يقتطع قصة ملفقة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما من تاريخ الطبري، ويعرض القصتين بمنتهى الثقة كأن هذا هو تاريخ الإسلام الذي لا ريب فيه. وباقتباسه هذا كشف لنا أنه جاهل بمنهجية الطبري في كتابة تاريخه، وكشف لنا أنه لم يقرأ حتى مقدمة الكتاب. وآخر معروف عنه أنه طبيب لا يعرف حتى قراءة عنوان معجم مختار الصحاح فيقرأه مختار الصحاح، هل هذا مؤهل لفهم وشرح أي آية قرآنية؟ وآخر ادعى أنه حاصل على شهادة الدكتوراه واتضح كذب هذا الادعاء، هذا أيضا يفتقد لإتقان اللغة ودراسة الموضوع الذي يريد التحدث فيه. شاهدت له مناظرة مع الدكتور عبد الوهاب المسيري عليه رحمة الله، وكان الموضوع هو العلمانية، واتضح لي جهله الفادح بما يتحدث عنه فضلا عن اسلوبه الفج وطريقته السوقية التي تجعل من المستحيل ان اصدق ان هذا باحث حاصل على درجة الدكتوراه. وهذه السوقية اجدها فيهم جميعا او معظمهم كي اكون منصفا، ما بين مهندس لا يتحدث إلا متوعدا بأصبع أو بثلاثة أصابع، وبين آخرين حوارهم ليس إلا صراخا وصياحا واستفزازا، وكأننا في شادر سمك، كأننا في سوق سمك ليس إلا. أليس أولى بنا أن نتعلم قبل أن نتكلم كي لا نهرف بما لا نعرف؟ لهذا أعود فأقول يعرف العالم والباحث الحق بسمته ولغته وأسلوبه قبل أن يعرف بعلمه. وصدق الإمام الشافعي حين قال تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، لكن ممن نأخذ العلم مؤكد ليس ممن هو فاقده، ففاقد الشيء لا يعطيه. وصدق أمير الشعراء أحمد بك شوقي حين قال والجهل حظك، والجهل حظك إن أخذت العلم عن غير العليم، والجهل حظك إن أخذت العلم عن غير العليم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.